تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا بنتطرق الأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في الإخراج أيمن سرحيل، ومقدمة الحلقة اليوم الدكتورة عاش البسطي، والتنسيق ويانا اليوم إن شاء الله نجاة السويدي. حياكم الله جميعا. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. حلقتنا اليوم بتتطرق الأمور كثيرة وجميلة ومميزة صراحة. بنتطرق مثل ما عودناكم على اهتمامات السوشيال ميديا، وعندنا فقرتنا التغذوية كذلك اليوم. فقراتنا الثانية بعد بنتكلم عن الإسعافات الأولية وأهميتها كذلك، وعن مرض الزهايمر كذلك في الفقرة الأخيرة لبرنامجنا. مثل ما عودناكم مستمعينا، بالنسبة لفقراتنا بتكون متنوعة. فقرتنا الأولى بتكون بخصوص السوشيال ميديا واهتماماتها، وبتكون ويانا زميلتنا أسماء الجناحي مثل ما عودناكم خلال فقرات موسمنا الجديد من ناحية صحة وسعادة. طبعا كنا عارفين من ناحية السوشيال ميديا طبعا أنها أهمية الكبيرة في نشر المعلومات، وكذلك يعني لها دور كبير تفاعل الناس، نشر المعلومات، خاصة ونركز وايد من ناحية الأماكن اللي ناخذ منها معلوماتنا مثل ما اتطرقنا في كل حلقة من حلقاتنا في البرنامج. لازم نتأكد من الموقع يكون موقع موثوق فيه، أساس تكون المعلومة موثوق فيها كذلك، بخصوص الخاصة اللي تتعلق بصحتنا. وكذلك عندنا دراسة إن شاء الله يسعفنا الوقت ونتطرق للدراسة بالنسبة لي دراستنا لليوم. دراستنا اليوم تتكلم عن دراسة تحذر من العلاقة بين المضاد الحيوي وسرطان القولون. أظهرت نتائج دراسة بريطانية جديدة زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون كلما زاد استخدام المضادات الحيوية، وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن جرعات المضاد الحيوي قد تزايد تناولها زاد تناولها بين عامين 2000 و2010 بنسبة 35% لتصل إلى 70 بليون جرعة سنويا. وبحساب المتوسط يعني ذلك أن كل إنسان 10 جرعات من المضاد الحيوي كل سنة. ونشرت أبحاث الدراسة في دورية جدا متخصصة في دراسات الطبية للقولون، واعتمدت على البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية الـ 11.3 مليون إنسان في بريطانيا خلال فترة بين عامين 1989 و2012. وتوصل باحثون إلى أن نسبة المصابين بسرطان القولون اللي سبق لهم تناول مضاد الحيوي تتراوح بين 69 و71% خلال السنوات الثمانية السابقة للإصابة. وعند تدقيق النتائج تبين أن تناول البنسلين يرتبط بقوة تزايد خطر الإصابة بسرطان القولون، بينما يرتبط تناول تتراسلين بانخفاض هالخطر. ويرجع ذلك إلى نوعية البكتيريا اللي يستهدفها المضاد الحيوي والقضاء عليها، وتتأثر صحة القولون كذلك بنوعية البكتيريا الصديقة اللي تقتلها بعض أنواع المضادات الحيوية خلال محاربة الجراثيم. فعشان كذي بالنسبة لاستخدام المضاد الحيوي يحتاج يكون تحت إشراف طبي. ثاني شيء، ما نصر إذا الطبيب نصحنا بعدم استخدامه، ما نصر ناخذه. في يعني هالشيء نحن نواجه يوميا أن الأخالي أو
الأشخاص يصرون على استخدام مضادات حيوية مع أن حالتهم ما تستدعي. مو بشرط الشخص عنده حرارة، مو بشخص عنده مرض معين يكون يحتاج المضاد الحيوي، لأن بما أنه له فوائد كذلك لمضار ثانية على الجسم. مستمعينا ويانا الحين أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة شيماء قايد، بتحدثنا اليوم كذلك في فقرتنا التغذوية عن الأغذية اللي تساعد على خفض دهون الدم. صبحت الله بالخير شيماء. صبحكم الله بالنور والسعادة. هلا دكتورتنا. هلا شيماء. شيماء طبعا هلا. كلنا عارفين بخصوص ارتفاع دهون الدم اللي نسميه الكوليسترول، ارتفاع دائما، وطبعا احنا عارفين ان للأغذية دور كبير ومهم في خفضه وفي المحافظة كذلك عليه، بالإضافة الى في حد يحتاج يستخدم أدوية، بس حتى لو انا استخدم الأدوية هذا لا يدل اني انا اقدر اكل اللي يعني كل شيء من الاشياء الدهنية. كبير يكون ايوه، فممكن تحدثين اكثر عن الأغذية اللي تساعد على خفض دهون الدم؟ طبعا أكيد. أنا أولا اخترت هالموضوع اليوم في هالشهر شهر سبتمبر، تعرفين دكتورة نحن في شهر سبتمبر في العادة كل سنة نحتفل بيوم القلب العالمي في نهاية الشهر. نعم. وبما نحن نحتفل بيوم القلب العالمي فخلنا نحمي قلوبنا بتغذية سليمة وصحية أو الأطعمة اللي تساعد على تخفيض دهون الدم عشان تحمي قلوبنا. صح. دهون القلب نحن عندنا الكوليسترول وعندنا الدهون الثراثية، ففي أطعمة تأثر على الكوليسترول في أطعمة تأثر على الدهون الثراثية. في بين ضمن الأطعمة هذه أهم شيء أو في القائمة الأولى نخليها زيت الزيتون. زيت الزيتون من الدهون الأحادية غير مشبعة، يخفض الكوليسترول الضار. نعم. ويرفع الكوليسترول الجيد. نعم. وتقريبا الكمية الممكن نتناولها في اليوم ملعقتين طعام ممكن نتناول منها. ممتاز. إن النوع الثاني من الأغذية الكركم. نعم. الكركم يحتوي على مادة الكركمين اللي تلعب دور في زيادة إنشاء مستقبلات الكوليسترول الضار المتواجدة في الكبد، عشان الكبد يتخلص من هذا الكوليسترول الضار. نعم. وبزيادة إنشاء هذه المستقبلات الكبد يكون له القدرة على التخلص من هذا الكوليسترول الضار بالدم. الكمية اللي ممكن ناخذها من الكركم ممكن ناخذ ملعقة صغيرة بشكل يومي من الكركم. نعم. ممكن نخلطها مع الزبادي مثلا أو الروب، ممكن نخلطها مع اللبن، ممكن نخلطها مع الماء، ممكن نخلطها مع العسل، بس مع العسل ننتبه أن الشخص اللي يتناوله ما يكون مريض سكر عشان بعد ما يأثر على نسبة السكر عندنا. ممتاز. فهذه طرق اللي نتناول فيها الكركم. وطبعا في دراسات كثيرة جريت على الكركم، فعلا طلع له بصمة واضحة في تخفيض الكوليسترول. ممتاز. وهو متوفر في كل بيت تقريبا، يعني متوفر في كل بيت سهولة استخدامه. أكيد أكيد بسهولة. عندنا الأفوكادو. الأفوكادو يعتبر فاكهة دهنية، تعتبر فاكهة دهنية ويحتوي على دهون أيضا أحادية غير مشبعة. نعم. نفس زي الزيتون يساعد على تخفيض الكوليسترول الضار. الكمية الممكن أخذها بعد نأخذ تقريبا نصف ثمرة أفوكادو يوميا. عندنا التفاح من الألياف الغذائية، فيه ألياف عالية، وهذه نوع الألياف اللي فيها هي ألياف البكتين، وهي تكون ذائبة في الماء وتساعد على أنها تخفض نسبة الكوليسترول خلال عملية الامتصاص وطرح الكوليسترول تكرمين مع البراز. نعم. فممكن تناول تقريبا تفاحتين لثلاث تفاح يوميا أو أن تفاحة في اليوم حتى تعتبر كفاية. ممتاز. ممكن أيضا عندنا المادة الغذائية الخامسة هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر يساعد على تخفيض الكوليسترول، وهذا لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة تمنع تأكسد الكوليسترول الضار في الشرايين، وأيضا يؤدي لرفع أيضا الكوليسترول جيد في الدم، وممكن تناول منه كوبين لثلاث أكواب في اليوم. عندنا المادة الساسة اللي ممكن نتناولها في اللي تساعد على خفض الدهون عندنا الأسماك الدهنية اللي هي مثل السردين، السالمون، التونة، هذه تكون فيها عالية أوميجا 3. أوميجا 3 يساعد على تخفيض الدهون الثلاثية،
مش الكوليسترول، يساعد على تخفيض الدهون الثلاثية، مما يخفف من انخفاض أو يقلل من انخفاض نسبة الموت المفاجئ اللي يكون بسبب السكتة القلبية. وممكن نتناولها خلال الأسبوع 3 إلى 4 مرات خلال الأسبوع، نتناول الأسماك الدهنية. ممتاز. إن المادة اللي تيها المادة الغذائية اللي بعدها اللي هو الثوم. نعم. الثوم أما يكون عالي بمادة اللايسين، المادة اللايسين هذه شو تسوي بالدم؟ هي تمنع تكون جلطات الدموية، وبالتالي تناول الثوم يؤدي إلى خفض أيضا معدل نسبة الكوليسترول، فهو يمنع الجلطات الدموية ويخفض الكوليسترول، فهو يحمي القلب بطريقة واضحة. والكمية ممكن تناولها نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، ممكن نضيفها بالسلطة، ممكن أو ناخذ مثلا ثومة مدقوقة مثلا نضيفها بالسلطة ناخذها، أو بالروب نضيفها وناخذها بشكل يومي. ممتاز. التنوع الكبير بين مصادر الأغذية يخلي الإنسان يختار أي غذاء يناسبه أو أنه هو يميل لأنه هو يحبه عشان يحمي القلب. صح. وبالكميات اللي نحن ذكرناها، لأن أيضا في بعض الأغذية إذا أخذناها بكميات كبيرة ممكن تأثر سلبي، مثل الأفوكادو والزيوت لأنها هي سعرات حرارية عالية، فممكن تؤدي إلى ارتفاع أو زيادة الوزن. مثل الشاي الأخضر في كافيين، إذا أخذناه بكميات كبيرة ممكن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى. فناخذ هذه الأغذية وننوع فيها وناخذ الأنسب لنا واللي نحن نحبه مثلا نتناوله بالكميات المعتدلة عشان ما يزيد. أيوة. فيها. وزين ذكرتي هاي النقطة، لأن في ناس وايد بتربط كل ما زدت فيها الكمية كل ما نزل عندي الكوليسترول. أيوة. أو الدهون، أو الدهون حتى الثلاثية. صحيح. وما يحط أنه ممكن يكون في مقابل مشاكل أخرى ممكن تحصل. صح. فهذا اليوم معلومتنا لكم، أتمنى بمستمعين الفقرة فيدي. كانت جدا شيقة وكذلك مفيدة، وأكيد ناس وايد يعني كانوا ينتظرون هالنوع من المعلومات بخصوص الأغذية اللي تساعد على خفض دهون الدم. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شيماء قايد، شكرا لك. شكرا دكتورة. شكرا لك. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514414 والرسائل النصية على 4006. فقرتنا الحين جدا مهمة، بتتكلم عن الإسعافات الأولية. طبعا الجميع عارف أهمية الإسعافات الأولية حتى لو كانت بسيطة، بس جدا مهم وضروري أن الأشخاص في كل بيت يكون عندهم دراية حتى لو شيء بسيط بخصوص الإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية تحمي يعني حياة ناس كثار، أساس ما تتفاقم أكثر الحال المرضية أو الشيء المرضي اللي يكون عندهم. اليوم بنتكلم أكثر عن هالموضوع طبعا، ويمثل نشر ثقافة الإسعافات الأولية أهمية كبيرة لدى كافة المؤسسات الصحية في العالم للحد كذلك من تفاقم الوفيات وتزايد أعدادها أثر التأخر في تقديم هالإسعافات الأولية للمتضررين. ولذا فقد تم تخصيص اليوم اللي هو 12 سبتمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للإسعافات الأولية، حيث تستثمر المؤسسات الصحية هاليوم للتعرف والتوعية بأهمية الإسعافات الأولية ودورها في إنقاذ المرضى. وللحديث عن هالموضوع يسرنا يكون معانا اليوم الدكتور مؤيد عبد القني، أخصائي طب الطوارئ بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور مؤيد. صباحكم الله بالنور والسرور، وشكرا للاستضافة، وتحية للإذاعة وبرنامجكم المفيد والممتع، وتحية لجميع المستمعين. أهلا دكتور مؤيد. دكتور، طبعا كنا عارفين أهمية الإسعافات الأولية وبكثر ما هي مهمة صراحة، ما بس لكل بيت، لكل مؤسسة، لكل مكان تقريبا، تخصص لها يوم اللي هو يوم 12 سبتمبر كيوم عالمي الإسعافات الأولية. فممكن تعطينا فكرة عامة عن هذا اليوم وأهميته في تعزيز الوعي المجتمعي؟ خلنا بداية نتكلم عن الإسعافات الأولية. نعم. مصطلح الإسعافات الأولية، تعريف الإسعافات الأولية، ماذا يعني المصطلح الإسعافات الأولية؟ هي باختصار الرعاية الأولية والفورية المؤقتة. نعم. ليتلقاها الإنسان أو المريض اللي هو أو المصاب نتيجة التعرض المفاجئ لأي حالة أو وعكة صحية، على سبيل المثال كسر، نزيف، إغماء، تشنج، لإنقاذ حياة المريض أو المصاب. وتتم تقديم هاي الرعاية
ليش مؤقتة؟ لأن هي تم تقديمها لين وصول الطبيب لمكان الحدث أو نقل المريض أو المصاب للمركز الصحي أو الأقرب مستشفى. وتتم عن طريق المسعف، والمسعف هو شخص عند التدريب ومؤهل للقيام بالإسعافات الأولية. بالنسبة عن اليوم العالمي للإسعافات الأولية، اليوم العالمي بدأ سنة 2000 اللي هي مبادرة أطلقها الاتحاد، مشاركة بين الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر منذ عام 2000، هي سنوية تكون، وبهاليوم تحتفل جميع الهيئات والجمعيات من الهلال الأحمر والصليب الأحمر بجميع أنحاء العالم من خلال تنظيم المناسبات والفعاليات، وهو يصادف اليوم السبت الثاني من كل سبتمبر من كل عام. نعم. وبالنسبة لي شو أهداف هاليوم العالمي للإسعافات الأولية؟ تتركز الأهداف، هو لها عدة أهداف اليوم. نعم. العالمي لها عدة أهداف، وهي تتركز في 4 أهداف مهمة لازم توصل لجميع المستمعين والناس الموجودة. رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية، لأن هي شيء أساسي لإنقاذ الأرواح. هو باختصار الإسعافات الأولية باختصار هي وممكن تدخل بسيط لإنقاذ حياة شخص، فهذا المصطلح باختصار، وخاصة بداية ما بالشخص متعرض للنوبة الصحية اللي صارت. صحيح. فرفع الوعي أهمية الإسعافات الأولية والتشجيع ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الناس وفي المجتمعات، تقديم الدورات الإسعافية عن طريق الناس المختصين. نعم. والدوائر المختصة، والتوعية بأهم الحوادث اللي ممكن تحصل داخل المنزل أو خارج المنزل وطريقة التعامل معها. ممتاز دكتور، بما أن تحدد يوم كامل للإسعافات الأولية وله أهداف كذلك هذا اليوم العالمي، فممكن تعرفنا أكثر عن أهمية الإسعافات الأولية في ودورها كذلك في إنقاذ حياة المرضى؟ يختلف نوع التدخل الإسعافي لإنقاذ الحياة. على نعم. سبيل المثال نفس ما قلنا قبل، لو كان جرح أو كسر، على سبيل المثال الجروح اللي هي تنزف بعمق، نعم، أو الجروح العميقة اللي تنزف بكثرة ممكن تؤدي لهبوط في مستوى ضغط الدم، ممكن خصوصا عند الأطفال، النزيف الحاد ممكن يؤدي لفشل في الأعضاء أو ممكن وفاة لو كان نزيف حاد. فتدخل البسيط اللي هو الضغط على الجرح بقوة لوقف النزيف، فهذا شيء بسيط جدا ممكن ينقذ حياة هالطفل أو هالمصابة. فالهدف نشر التوعية، فهاليوم العالمي المؤسسات الصحية والدوائر الصحية والهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر مختلف في جميع أنحاء العالم تقوم بنشر الوعي وتشجيع كافة أطياف المجتمع للالتحاق بالدورات الإسعافية، ليكون هو مصطلح عندهم اللي هي الإسعافات الأولية كل شخص وفي كل مكان. نعم. لاحظتوا دور تمارس المؤسسات أو لنشر هاي التوعية والثقافة؟ صحيح، المؤسسات الصحية والهيئات الصحية تستغل هاليوم في نشر الوعي في المجتمع لأهمية الإسعافات الأولية. فعلى سبيل المثال هيئة الصحة يكون عندها دور في كامبين أو حملات توعية في أهمية الإسعافات الأولية. نعم. خصوصا هاليوم. نعم. إنزين، بخصوص كيف لاحظتوا يعني خلال هالفعاليات أو التدريبات اللي تقدمونها للناس خلال توعيتهم، كيف يعني بالنسبة لتشجيع الناس متشجعة تتعلم أكثر وأكثر بخصوص صحيح. هذه المواضيع، ولا في تخوف من بعض فئات المجتمع بحيث أن يتخوف من أن يواجه هذه المشاكل؟ لها سبب هالحملات التوعية موجودة حتى نكسر. نعم. حاجز الخوف عند الناس. ممتاز. والشيء الممتاز في دورات الإسعافات الأولية أو الشيء المهم فيها أن هي مخصصة للأشخاص اللي ما عندهم أي خلفية طبية. ممتاز. فهو ممكن أي شخص يشارك في الحملات أو أي شخص يشارك في الدورات ويكون عنده الثقافة لهالأمور، وهالشيء يشجع جميع فئات المجتمع أن يدخلون فيها لأنه ما مخصصة لفئة معينة أو لشخص يكون عنده خلفية طبية. صحيح. أو علمية. صحيح. يعني نفس ما قلت أنت، جرح بسيط يمكن، صح، نحن كأطباء عارفين جرح بسيط يمكن ينزف بكميات كبيرة تؤدي إلى مضاعفات كبيرة للطفل. صحيح. أو حتى للشخص الكبير، بس بالنسبة لي أنك تضغط عليه بأي يعني تضغط عليه بطريقة معينة وتسكر الجرح ويوقف النصف يمكن دقائق، أنت أنقذت حياة شخص. صح. يعني في أي مكان تدخل بسيط جداً. في تدخل بسيط يكون. دكتور مؤيد، إذا بتعطينا نصائح توجهها لأفراد المجتمع بمناسبة هاليوم للإسعافات الأولية. النصيحة الأولى وأهم نصيحة، الكل يتوجه، الكل يتعلم الإسعافات الأولية. إن شاء الله في المستقبل تكون هاي ثقافة موجودة في المجتمع إن شاء الله ومتوفرة عند جميع الناس إن شاء الله. أهم شيء المسعف ما يتأخر في الاتصال في الجهات المعنية، على سبيل المثال الإسعاف عندنا في. نعم. في الدولة
يوم يشوف أي شيء أي إصابة على طول يتقدم يسوي الإسعافات الأولية لو كان عنده الخلفية. نعم. ويتصل بالقنوات المناسبة للموضوع، لأن التدخل من غير علم ممكن يؤذي الشخص أكثر من أنه يفيده. صحيح. على سبيل المثال لو كان عنده كسر في العمود الفقري، الحركة ممكن لا سمح الله للشلل لو كانت حركة غلط. نعم. فالوجود معرفة الموضوع مع اتخاذ إجراءات الصح تنقذ الأرواح. والحث دائما على وجود حقيبة إسعافات أولية أو الفيرست إيد كيت موجودة في البيت، في السيارة، في المنشآت، أو في كل مكان تكون موجودة حتى تكون سهلة التناول وتقدم الإسعافات الأولية على طول. كنصيحة للجمهور، شو يفضل يكون في شنطة الإسعافات الأولية؟ هي الأشياء الأساسية، تكون فيها المعقمات، يكون فيها البانديج واللزق، وهاي الأمور اللي ممكن تستفيد منها الشخص بسرعة وتنقذ الحياة. أيوة. ودكتور مؤيد، بخصوص الحملات بتركز على شو يعني خلال الحملة؟ بيتدرب الشخص على أي نقاط معينة؟ لأن أكيد كل شخص قبل ما يروح الحملة حابب يعرف أكثر على شو بيركز تدريب خلال هذه الحملة. التدريب بيكون الهدف الرئيسي من أي تدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو إنقاذ الحياة. نعم. إنقاذ الحياة يتم عن طريق، تعتمد من حالة لحالة حسب شو هي سيناريوهات تكون موجودة خلال الدورات التعليمية. نعم. الكسر كيف يكون تثبيت الكسر، لو في جرح كيف يكون الضغط على الجرح، لو شخص أغمى عليه، لو شخص تشنج. نعم. كيف تكون وضعية اللي يحطون المريض اللي هو متشنج، كيف يكون على الجهة اليسار، ومن هالأشياء سيناريوهات مختلفة على الأحداث اليومية اللي تصير وكيف التعامل معها. ممتاز. للأطفال، للتعامل مع الأطفال والبالغين الكبار. ممتاز ممتاز. فبهالطريقة ونفس النقطة اللي أنت ذكرتها واللي هي جدا مهمة، الشخص يتعرف على شيء ويتعامل وياه ويتعلم صح، أحسن من أنه يمارس شيء هو ما بعرف، يمكن ممارسة خاطئة ويمكن يأثر حتى على حياة الشخص الثاني أو المريض. أنا كذلك أنا أتمنى أن ثقافة الإسعافات الأولية تنتشر في مجتمعنا عند كل الناس ويكون نمط أسلوب حياة موجود. إن شاء الله إن شاء الله، لأن صراحة ضرورية جدا يعني في أي، ما بشرط في البيت، في أي مركز، في أي مؤسسة، حتى في دواماتنا وفي أشغالنا اليومية. صحيح. دكتور مؤيد عبد القني، أخصائي طب الطوارئ مستشفى راشد، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت فقرتنا اليوم العالمي للإسعافات الأولية وأهمية الإسعافات الأولية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، رسائل نصية 4006. حياكم الله. فقرتنا الثالثة اليوم بتتحدث عن ملتقى جدا صراحة جميل، اللي هو ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر اللي تنظمه هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، الأسبوع المقبل إن شاء الله، اللي هو ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر، بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية. وللحديث عن هالملتقى وأهميته وأهدافه بشكل عام، يسرنا تكونوا ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة سلوى. صباح النور. يا هلا. هلا دكتورة. أهلين دكتورة. طبعا بالنسبة لي ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر يعني فكرة جدا جميلة ورائعة بخصوص هذا الملتقى، فممكن تعطينا فكرة عامة عن هالملتقى والفئة اللي يستهدفها؟ أوكي. السلام عليكم. أولا، ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر هو فكرة انطلقت من مركز سعادة كبار المواطنين، منا إحنا كأطباء متخصصين في طب المسلمين. نعم. إحنا دائما نتعامل مع أهالي المرضى اللي عندهم زهايمر، أوكي، لأن المريض الزهايمر خاصة لما يوصل مرحلة متقدمة صعب إنه هو دايركتلي يتعامل مع المريض، المشاكل والتحديات يأتي عن طريق الأهل. صح. لاحظنا أن أغلب المشاكل في طب المسلمين، يعني أغلب المشاكل اللي يعانون منها الأهل هي المشاكل والصعوبات في التعامل مع مريض الزهايمر، من ناحية الصعوبات النفسية، التواصل، العصبية، الكوميونيكيشن بصفة عامة. نعم. كانت تؤدي هاي المشاكل أن الأهل ممكن يدخلون المريض المستشفى بس لأنهم ما يقدرون يعني يتعاملون مع المريض في البيت.
جت الفكرة بناء على هذه التحديات، اخترنا مرض الزهايمر بالذات أو الديمنشيا أو الخرف بصفة عامة، بس نعم الزهايمر أكثر لأنه هو المرض يعني الأكثر شيوعا نعم تحت فئة الخرف. قررنا إنشاء هذا الملتقى بهدف إن احنا ننظم لقاءات مستمرة وبشكل منتظم مع الكير جيفرز، يعني رعاة كبار المواطنين المصابين بخرف الكوخة أو الزهايمر، الأهل والكير جيفر وأي حد يعتني بالمريض، بالإضافة للهيلث كير بروفايدرز يعني الشغالين في المجال الصحي اللي حابين إنهم يعرفون أكثر عن هالمرض. صح ممتاز الهدف في المقام الأول هو رفع الوعي نعم بهذا المرض، نفهمهم شو هو مرض الزهايمر. لاحظنا من خلال تعاملنا مع الناس إن في مفاهيم خاطئة عن المرض، إنه هو ممكن إنه لازم يصيب كل واحد كبير في السن، ها نمبر 1، نمبر 2 إنه هو وراثي، نعم نمبر 3 إنه إنه ممكن يتعالج، يطلعوا لي المرضى كل شوية سمعوا عن علاج للزهايمر والزهايمر ما له علاج. فيعني هاي المفاهيم الخاطئة حبينا إن احنا نصلحها عن طريق رفع الوعي ممتاز بهذا المرض، أسبابه، أعراضه، طريقة التشخيص، طريقة التعامل مع المريض. والشيء الثاني، الشق الثاني الأهم، هو موضوع الكير جيفر اكسبيرينس، يعني نقل التجارب. هدفنا ان احنا نجيب الاهالي المرضى نعم ونجلس وياهم ونخليهم هم يتكلمون عن تعاملهم مع المريض. انت عارف مريض الزهايمر هو مرض من الامراض المزمنة صح حاليا، والمريض يعيش فترات طويلة، يمكن من تاريخ تشخيص المرض الى وفاة المريض لا سمح الله ممكن ياخذ 15 الى 20 سنة. صح ويحتاج عناية فاحنا معينة بالضبط، نعم فبالتالي الكير جيفر او الشخص اللي هو يهتم بهذا المسن المصاب بالمرض راح يتعلم وايد شغلات من خلال الاكسبيرينس، من خلال التعامل مع المريض. احنا هدفنا ان احنا نجيب هذيل الناس الاكسبيرت، الناس اللي عندهم خبرة في التعامل مع المرضى، ونخليهم انهم يتبادلون تجاربهم مع غيرهم. مع ممتاز شخص مثلا تو يعني تم تشخيصه بمرض الزهايمر، مثلا بنته او ولده مو بعارفين كيف يتعاملون وياه. فهذا هو الهدف، يعني الهدف رفع الوعي، ازاله المفاهيم الخاطئه، واعطاء الفرصه للاهالي انهم يتبادلون تجاربهم ويتعلمون من بعض، واحنا نتعلم منهم. ممتاز لان لأن صح الزهايمر يعني مرض مستمر، كل يوم نتعلم عنه شيء جديد صح وأن في خاصه في فترات نفس التعامل ما مع المريض. قلتي فترات طويلة وهالشيء جدا فترات جميل طويله دكتورة. أنا يمكن ذكرت كذا مرة شيء جميل ملتقى أصدقاء الزهايمر لأن نفس النقطة اللي ذكرتيها الكير جيفر أو اللي يعتني بالمريض نفسه صح. يعني مع تبادل خبرات مع هالملتقى حتى نفسيا يحس أنه على الأقل شوي مو بس ارتاح. انه مش هي. بروحه، أيوة أنه مش بروحه، أنه في حد ثاني معه، في حد يقدر يتواصل وياه، صح عنده نفس المشاكل نفس التحديات يقدر يحلها مع الوقت. صح صح وبعد الشيء بعد اللي وايد مهم احنا في مجتمعنا، نعم ان احنا عن طريق ان احنا نخلي الناس تي وتتكلم بكل اريحيه، ان انا عندي واحد من اهلي عنده زهايمر، شوي شوي صرنا نمشي للاستجما او يعني المجتمع نوعا ما يعني افراد المجتمع نوعا ما شوي يتحفظون انهم يقولون عندنا مريض عنده زهايمر، صح يخافون الناس تعايرهم او تقول والله عندهم واحد مخرف او انه مثلا ممكن يكون وراثي، عرفتي؟ لا زالت للاسف بعض المفاهيم هاي هاي موجوده. أو مرات الناس تخاف من اللوم أن الناس تلومهم بعد في شيء ما بيد الواحد أن أنتم ما بالضبط اهتميتوا بالضبط بالضبط فنفس ما قلتي الاستجما بعد نفس الشيء. ايه بالضبط. دكتورة شو أبرز المحاور اللي بيناقشها الملتقى كذلك؟ اوكي، طبعا الملتقى في كل مره احنا نحاول نحن نسوي عن طريق تيم متكامل او فريق عمل متكامل، نعم مش بس الطبيب. احنا مو دائما نعتمد على الطبيب، الطبيب اوكي بيعطي فكره عن المرض، بيشرح اوكي المرض واعراضه وبداياته وكيف يتم تشخيصه وشو عوامل الخطر وشو نعم طرق الوقايه. اللي يهمنا اكثر هو التمريض، كيف يتعاملوا، الرعايه التمريضيه المقدمه للمريض هذا، نعم أخصائية التغذية مثلا، كيف ممكن نتعامل مع تحديات الأكل لمريض صح الزهايمر، مريض يرفض أنه هو يأكل، مريض صعب أنه هو يأكل، مريض ينسى أنه أكل، which is يعني the most common thing. عندنا بعد أخصائي العلاج الطبيعي راح يتكلمون عن التحديات اللي تواجههم ودور الرياضة ودور العلاج الطبيعي المستمر في مرضى الزهايمر بالذات.
ممتاز. فهو مثل ما نقول مالتي ديسيبلينري، يعني تيم متكامل يتكلم عن كل هذه الأمور. وهذه كل نقطة ترى أهم من النقطة، يعني كل النقاط مجتمعة لها أهمية كبيرة كذلك. طبعاً. يعني مو بشيء طبي فقط. بالضبط، مو شيء طبي فقط. وبعد نرجع نقول الكير جيفر اكسبيرينس أو صح. تجارب الناس، لأن يعني أنا بعطيك مثال بسيط جداً. نعم. إحنا تعلمناه من خلال تعاملنا مع المرضى. نعم. تعطينا شيء ياكله، نعم، whatever، كان فواكه، كان شيء حلاوة، شوكولات، whatever، احنا تعلمناه انه اوكي قشريه قبل ما تعطينا، عرفتي؟ صحيح. لاحظنا مريض الزهايمر تعطينا موزة ممكن ياكلها بقشورها، هذا الشيء يتكرر معانا كل من مرة. شوفي هاي الاشياء الصغيرة تبس يعني، او يعني ما اعرف شو صح بالعربي، او مثل يعني يعني نقاط صغيرة لكن يعني تفرق. يهمنا جدا أن المرضى ينتبهون لها، صح الأهل ينتبهون لها. صح فهذه الشغلات الصغيرة هاي ممكن ما تكون مكتوبة في كتاب، هذه هاي الأمور تجي من خلال التعامل مع المريض. مريض معصب كيف تتعاملين وياه؟ مريض زهايمر عنده تهيؤات وهلاوس مثل البسكارة، حتى كيف في الأكل، أو هالأمور دائما تصير، صح، كيف نتعامل وياه؟ والمفروض أن احنا ما نتم يعني نرفض الفكرة ونقول لا أنت غلطان، ونحاول إن إحنا نبين له لا بشكارة ما سويت هذا الشيء، هذا شيء غلط. في صح. طريقة معينة للتعامل مع الهلاوس والتهيؤات اللي تصير لمريض الزهايمر. فهالأمور كلها إحنا نتعلمها من خلال تجارب الناس مع مرضاهم، صحيح، كيف قدروا إنهم يتعاملون مع مرضاهم. أتذكر واحدة من الكير جيفرز كانت تقول أمي عندها زهايمر، وكانت دائما تحب متعودة كانت تروح لندن، نعم، وتعصب عليهم وتقول لهم يلا الحين سافروني، فكانوا يركبونها سيارة ويقولون لها يلا احنا الحين مسافرين، وودونها مكان ثاني فيلا او فندق. نعم. وهي تعتقد فعلا انها راحت لندن وتعيش في هالمكان يوم يومين وترجع مستانسة. فهذه الامور اللي الادابتيشن او طريقة التعامل، يعني يتأقلمون التأقلم، يتأقلمون مع المرض ويتعاملون بطريقة ذكية مع المريض وجدا بسيطة، يعني بدال السفر بالضبط. هي وهي حست أنها بالعكس، يعني حتى نفسيا بتحس أيوة بالضبط أن ما حد عاند فيها وقالها لا، بالعكس يعني احترموا رقبتها بس بطريقة معينة وبطريقة يعني بطريقة ذكية ذكية. دكتورة، تكلمنا عن بعض من أهمية التبادل وتبادل التجارب بين المرضى، فممكن تحثينا أكثر عن أهمية تبادل التجارب بين المرضى وخاصة في الملتقى؟ أي مثل ما قلت لك، احنا نعطي الفرصة للأهل أنهم يتكلمون. نعم. الشخص اللي عنده مشكلة أوكي كيف أنا ممكن أسبح أمي، أمي ترفض أنها تتسبح، هاي الأمور كلها يعني تأتي من خلال التجارب، من خلال يعني أنت مثلا ما في طريقة معينة، أنا كطبيبة ما أقول لك هذه A B C، هذه طرق التعامل صح. مع المريض، كل مريض يختلف عن المريض الثاني. في مريض ممكن يكون عنيف، في مريض ممكن يقول لا بالعكس وايد هادي، نعم. في مريض احنا المفروض نحن نشوف شو الاشياء اللي يحبها، صح، شو التايم المناسب حقه ان احنا نقنعه انه هو يقوم يتسبح، مو لازم اول ما يقوم على طول يتسبح، صح، عرفتي؟ يعني حتى نحط لهم في الملتقى اللي فات حطينا لهم فيديو، يعني فيديو توضيحي، فيديوين، واحد صح وواحد غلط، واحد طريقه صحيحه في التعامل مع مريض الزهايمر وواحد طريقه خاطئه. بينا لهم ان مريض الزهايمر يوصل مرحله انه مثل الياهل، دائما نقول له هي، ما نقول له لا، ما نتناقش وياه، ونحاول ان احنا نخليه يسوي الشيء اللي احنا نبغيه بس بدون ما نضايجه، ويكون هو مقتنع عن طريق الكلام، عن طريق الحوار، عن طريق انك تسمعي له، عن طريق انك اوكي توافقين على الشيء اللي هو يقوله، تحاولين انك تغيرين المكان. مثلا هو واقف لك في الصاله ومعصب ويقول لك البشكاره حطت لي سم في الاكل، اي حاولي تكلمينه، ومثلا اذا كان على وينشر مثلا تاخذينه تودينه الحديقه وتقولي له هي صح كلامك، وفي الحديقه فجاه تكلميها موضوع ثاني. هم لان عندهم الاتنشن سبان او فتره التركيز وايد قصيره، فهو ايميديتلي بنفس الوقت راح ينسى الموضوع اللي هو كان مضايقنا، وراح يبتدي يتكلم عن موضوع ثاني مختلف تماما. فانت شليتي الموضوع اللي هو مخليه يعصب، وخليتيه يتكلم في موضوع ثاني ونسى هذاك الموضوع. فهالامور هذه حتى التمريض عندنا ما شاء الله عندهم خبره ما شاء الله يمكن احسن منا في التعامل مع المرضى، لانهم هم اللي يتعاملون مع المرضى بشكل يومي، صح، وطول الوقت هم اللي تقريبا وطول الوقت.
فهم اللي يتعاملون يعني هم اللي يواجهون عصبية المرضى، رفضهم للأكل، هالأمور. المريض اللي ينسى أنه أكل، هذه يعني هاي مشكلة وايد كبيرة. صح. إحنا عادة في مرضى الزهايمر يقول لك يعني مو مش المفروض إنك تحطين الأكل كامل، الصينية كاملة فيها كل الأكل اللي الأكل هو شوربة وسلطة وما أعرف شو كله قدام المريض، لأنه هو أصلا هي will get confused، راح يتخربط صح وما راح ياكل، يمكن ياكل شيء بسيط. طريقة إن إحنا نأكل مريض الزهايمر إن إحنا نعطيه بورشن صغير أو كميات صغيرة، واحد في نفس الوقت، يعني شوربة فقط خلصها، بعدها أوكي بنجيب له، لأنه هو راح يرجع يقول أنا ما ترديت صح لأنه هو نسى، أو ما نرجع كليت مرة ثانية نجيب له السلطة، نرجع مرة ثانية نجيب له المين كورس، على فترات مختلفة في نفس الوقت. ما راح تخلينا يعصب لما قلت أنا ما أكلت، عرفتي؟ في ناس صح يقولوا لا إحنا جبنا لك الصينية وأكلت، ويتم الموضوع argument، موضوع جدال. فهاي الأمور كلها نتعلمها من خلال تبادل الخبرات، سواء كانت مع الأهل أو مع فريق التمريض. ممتاز. ونقطة ذكرتيها دكتورة أن الفيديو اللي عرضته المرة السابقة كذلك أن الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة، جدا جميل يعني أن الواحد مو بس أنت بتكلمين وياه، بتراويني شيء عملي وقدام عيني شو الطريقة الصح وشو الطريقة الغلط. مرات نسوي أشياء وفي بالنا أنها صح، بس هي أنها صح عقب بالضبط. نكتشف أنه، فهالشيء جدا جميل ومفيد حتى لأي شخص حتى لو ما عنده خلفية طبية. طبعا احنا هذا هو، احنا قاعدين نستهدف الناس اللي سواء اللي كان عندهم خلفية طبية او اللي ما عندهم أو اللي ما خلفية عنده طبية. خلفية طبية. دكتورة نحن طبعا دخلنا في موضوع الملتقى، بنرجع الموضوع الأهم واللي هو عن مرض الألزهايمر. ممكن تعطينا فكرة عامة عن مرض الألزهايمر وشو الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض؟ أوكي. طبعا مرض الزهايمر هو مرض يصيب خلايا المخ بالضمور مع الوقت، يعني نعم ما في زهايمر يصير فجأة. أوكي. المرض ياخذ سنوات علشان يبين. خلايا المخ باختصار يصير في ترسب بروتينات معينة داخل الخلايا، فيؤدي إلى عدم وصول الأكسجين والتغذية الصحيحة للخلية. فالخلية بعد فترة من الزمن من ترسب البروتينات الضارة داخلها، نعم الخلية تبتدي تفقد قدرتها على العمل ويكون فيها سموم. وأيضا في بعد أنواع معينة من البروتينات تترسب فيما بين الخلايا العصبية، فيصير التواصل، يعني غير أن الخلية العصبية نفسها صارت ضعيفة وصارت ما تشتغل بشكل طبيعي، ما تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي، صار في التواصل بين خلية وخلية ثانية، بعد التواصل صار سيء لأنه صار في ترسب لبروتينات معينة بين الخلايا. نعم هذا الشيء، هذا المرض هو عبارة عن مرض يصير مع التقدم بالعمر، فعامل الخطورة الرئيسي أو عامل الإصابة الرئيسي هو التقدم بالعمر. نعم ياخذ المرض وقت علشان يبتدي انه هو يبين، ممكن هذه الترسبات البروتينات تصير سنوات قبل ما يبتدي يبين على يطلع المريض اي المرض. اعراض. هذا كله يؤدي الى ضمور في خلايا المخ وحجم المخ، وخاصه في مرض الزهايمر يصير الضمور يصيب منطقه معينه اسمها الهيبوكامبس، هي المسؤوله عن الميموري، عن الذاكره. نعم فالمرض مو بس يأثر على الذاكرة، الناس حاطين في بالهم أن زهايمر يعني فقدان ذاكرة، زهايمر equal to فقدان ذاكرة، هذا المفهوم خطأ تماما. زهايمر عبارة عن فقدان الذاكرة أو مشاكل في الذاكرة ومشاكل في السلوك ومشاكل في الكلام ومشاكل في الفانكشن في الوظيفة، يعني كل الأمور هذه مع بعض، عرفتي؟ يعني مو نعم بس المرض الزهايمر مش بس يصيب أو يأثر على الذاكرة، يأثر على المريض ككل. المريض بعد فترة يبتدي يفقد قدرته على أداء الأمور اللي كان يسويها بشكل تلقائي، إنه يلبس صح ملابسه، يصير مو قادر إنه هو يلبس ملابسه، ما يعرف كيف يلبس، يلبس ما يعرف الملابس كيف يسوق سيارة، ما يعرف كيف يستخدم التليفون. هالأمور كلها الوظائف الرئيسية اللي كان يسويها المريض تتأثر. يبتدي يفقدها مع الوقت. فهذا مرض الزهايمر باختصار. وطبعا مثل ما قلت تشخيصه صعب وفي تحديات كبيرة، ولما يتشخص المريض بشكل صحيح لغاية ما الله ياخذ أمانته، المريض ممكن يعيش فترات طويلة ويمر بمراحل ثلاثة: مرحلة الزهايمر الأولى، المرحلة المتوسطة، والمرحلة الأدفانس أو المتأخرة. كل نعم مرحلة لها بعد يعني أعراض معينة ومشاكل معينة. المرض
بصفة عامة ممكن يأخذ مثل ما قلت من 15 إلى 20 سنة. بناء يعتمد هذا الشيء على حالة المريض الصحية، مثلا مريض لو مريض ما عنده سكر، ما عنده ضغط، ما عنده أي مشاكل صحية ثانية، فقط أصيب بمرض الزهايمر، هذا المريض ممكن يعيش فترات طويلة. صح. لكن مريض عنده مشاكل ثانية يمكن بالإضافة للزهايمر، واللي هي أصلا تساعد على ظهور زهايمر بشكل أسرع، هذا المريض ممكن يصير له مضاعفات أكثر نتيجة الأمراض المزمنة وليس فقط مرض الزهايمر. ممتاز. دكتورة، الملتقى بخصوص ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر بيكون في إعلان عن اليوم اللي بيكون فيه؟ ايه، راح يكون في اعلان داخلي في على مستوى الهيئه. نعم. وان شاء الله نقدر نحن ننزل اعلان خارجي بعد في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بهيئه صحه دبي، لان هدفنا ان احنا نجذب افراد المجتمع، ولاحظنا حتى من خلال تعليقات الناس الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي، في وايد ناس تسال عن مرض الزهايمر ويسالون لو كانت هيئه الصحه تسوي اي برامج او انشطه توعويه عن هذا المرض. صراحه احنا طبعا نتكلم عن سبتمبر. أيوة. سبتمبر بالذات احنا نحب دائما نحن نركز اكثر على مرض الزهايمر، لان اليوم العالمي لمرض الزهايمر هو 21 سبتمبر. ايوه. فاحنا فعاليتنا راح تكون يوم الاربعاء تاريخ 18، لان 21 بيصادف يوم السبت. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سلوى. الصراحة النقاط اللي عرضتيها أنها بتكون في الملتقى جدا مهمة لأي شخص، يعني أو حتى الأشخاص اللي ما عندهم حد عند الزهايمر، على الأقل كثقافة أو يفيد غير كذلك ثقافته. لأن أنا أتذكر حتى مرة يعني كان في مفهوم وايد خاطئ ويضحك يعني نوعا ما، واحدة سألتني قالت لي إحنا لو استخدمنا مخنا وايد بنتعب، ممكن يصير لنا زهايمر. فضحكتني بصراحة، شوف المفهوم الخاطئ، إن أنا يعني أنا I will save خلايا مخي، ما بستخدم، ما بعور راسي وايد وأفكر وأقرأ وأدرس وما أعرف شو. قلت لها بالعكس، العكس هو الصحيح. صح. إن استخدام خلايا المخ تخلينها نشيطة بالقراءة وبالنشاطات الذهنية، هذا شيء يمنع أو من أساليب الوقاية. فتعرفين في مفاهيم خاطئة حتى عند الجيل الصغير. صح. يعني إحنا مو بس نتكلم عن رعاة كبار المواطنين المصابين بالمرض، احنا نتكلم عن الجمهور بشكل عام. بشكل يعني عام. دكتورة داهمنا الوقت، صراحة الموضوع جدا مهم، بس عنا وقت معين بخصوص الحلقة. الدكتورة سلوى السويد، استشاري مدير مركز سعادة كبار المواطنين، شكرا لك. العفو حبيبتي، شكرا. شكرا لك. مستمعينا الاعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومقدمة الحلقة دكتورة عاشر البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.